الحالة العامة لأحوال الطقس في البلاد بتابع توضيحات الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية. تميزت الحالة الجوية العامة خلال يعني 24 ساعة الأخيرة باقتراب منخفض بأقصى شمال البلاد. هذا المنخفض الجوي جعل أن مجموعة من السحب المحملة بالأمطار همت خصوصا المناطق الشمالية والشرقية للبلاد، حيث كان يعني تقريبا في بعض المناطق سايس بحال فاس سجيل 20 ملمتر بنواصل 13 ملمتر بمكناس بن سليمان والدار البيضاء 12 ملمتر بتازة مثلا 10 ملمتر. هذا يعني الأمطار بحول الله ستستمر خلال يعني الليلة المقبلة ويوم غد صباحا في المناطق الشمالية للبلاد، المناطق الشرقية، المناطق سايس، الريف، الواجهة المتوسطية. هذا كذلك ما يرتقب أن تكون هناك تساقطات ثلجية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وكذلك الريف، بالإضافة إلى الهضاب العليا الشرقية اللي تتعدى علو ديالها 1300 متر. ونخص بالذكر هناك يعني تساقطات ثلجية على المستوى البرتقالي ستهم مناطق بولمان، قرسي، فيفران، خنيفرة، ميدلت، فروتازا. وسيلي هذا الاضطراب الجوي ابتداء يوم غد بحول الله يوم السبت واليوم الأحد بانخفاض درجة الحرارة نتيجة لمرور هذا المنخفض، وكذلك نتيجة لهبوط كتل هوائية باردة يعني تقريبا من أوروبا نحو المناطق الداخلية للبلاد، وبالتالي سيكون هناك انخفاض درجة الحرارة، حيث من المحتمل أن تصل درجة الحرارة الدنيا مثلا بين ناقص 5 إلى 0 درجة في المناطق الحوز، كذلك بني ملال، بولمان، إفران وميدلت، وكذلك حتى بين ناقص 0 درجة إلى 4 درجات خلال الليل في مناطق تنغير، خنيفرة، صفرو، تازا، الحسيمة، توريت، جرادة وفيقيق. يعني هذه المناطق ستتميز بطقس بارد.